طب هل العربية دي قابلة ان هي يبقى فيها موتور بشكل ما في يوم من الايام؟ هل قابلة ان هي ممكن تستخدم مثلا الطاقة الشمسية؟ ممكن ده يتحط كان طاقة شمسية؟ موضوع، ده كان موضوع في يعني برضو كانت احنا في اخر واحنا بنسلم المشروع بتاعنا في اخره بنقول ايه اوبشن، ايه الحاجات اللي ممكن تتزود عشان نحسن يعني تبقى حاجه اكتر سهوله في الاستعمال. انا فكان شفت نماذج شبيهه في يعني في اللقطات اللي احنا بنشوفها من الاخبار انه بيتعمل في اليابان، ونماذج مشابهه وبالطاقه الشمسيه تماما من غير ما انت بقى تقعد تبدل اسهل وكده حاجه، يعني. لا اسهل حاجه ممكن نحط موتور كهرباء بسيطة، دي سهلة جدا يعني تحط موتور كهرباء وبطارية ويمشيك مسافة، يمشيك يعني حوالي 4 5 ساعات، ده موضوع سهل، دي مش صعبة. طيب، بس احنا كنا مشكلة بقى الطرق في مصر والمرور، ايه حلها بالنسبة للعربية؟ يعني هل العربية دي ممكن تتعامل مع ده ولا هو ممكن تتعامل كده اذا كان في طريق مخصص للعجل، لو يعني في هي تمشي في الحر، لو في في طريق الحارة حر للعجل هي تمشي فيه؟ تمشي فيها مفيش اي مشاكل يعني، لو تعمل حارات هي ممكن تمشي بسلاسة جدا في كومباوندز منتجعات او سواحل الساحل لا، ما الشمالي. الحاجات دي خلاص احتلها، التوك توك احتلها. يعني ده ممكن يغلب التوك توك على فكرة، ايه؟ ممكن يغلب التوك توك بعد كده يعني. طب هو في حاجه برضو، انا يعني برضو نقطه، سؤال انا مستغربه. طب هي دلوقتي العربيه ماشيه من غير اشارات ومن غير كهرباء، لو هو عايز يخش يمين عايز يخش شمال ما حدش شافه يعني؟ ما هو انت يعني تخيل لو بقى احنا انا في عجز، اشارات، يعني اعتقد ما موضوع الاشارات ده مهم، فيها ما بالظبط فيهاش اشارات. ما ده بقى اللي حابب اقول، حاجه اللي اسمها ريسيرش اند ديفلوبمنت، الحاجه اللي هنضيفها فيها. وزي العجله، انت وهي في العجله برضو ما فيش اشارات يعني، ما هي نقله بين الاثنين، هي حاجه في النص. فانت في العجله ما فيش اشارات، ما فيش نور، ما فيش كده، بس ممكن الحاجات دي كلها تتزود لو انت محتاجها. لو طب انتوا شايفين مين اللي ممكن يسوق العجله؟ طبعا هو مش هنقول مين اللي يسوق في الشعب المصري كله، لان لا دلوقتي كل الموضوع احنا هيبقى ممكن ايه، يسوق. بعيده شويه يعني، الناس ممكن تفكر فيها قدام شويه. بس انتوا شايفين انهي شريحه من العمر ممكن تسوق العجله يعني، هي العربيه، العجله، مش عارف حسب، اسميها، هي بالذات اولا على طولك يعني، طول الشخص اللي هي بيركب اولا حسب الطول ازاي بقى؟ فهمني. يعني هي طولها متر، فلو الشخص اللي هيركب دوت مثلا عنده 10 سنين بس طويل يقدر يسوقها، يقدر يطول البدال خلاص. وانس الراجل اللي هيسوقها دوت عنده مثلا 60 سنة ويقدر، ويعني هي اصلا مش يعني هي مرتبطه بحجم معين، يعني، يعني بس مش ده هتعملوا منها احجام مثلا ممكن اللي هو ايه، ده صغنططه بس مثلا ده برضو كبيره لسه في النموذج التجريبي البروسيس ده الحجم ثابت، بس ممكن بعد كده الكرسي يبدا يتحرك زي يتحرك. كرسي العربية، فخلاص الموضوع اتحل. لكن هي انت بتقول لازم يكون طوله مش اقل من متر عشان يعرف يسوق. في البروتوتايب في النموذج ده، لكن بعد كده لما نيجي بعد اعمل ماس برودكشن ليها يعني انتاج كتير فيها، هنعمل حاجه ده في كرسي الهواء زي كرسي العربيه زي ما قال، طارق، اما يطلع قدام حق يبقى يقدم للبدال او يرجع ورا حسب الطول الشخص، يبقى بس فيه هقول لك حاجة، لما تعمل ده في العربية العادية بتاعتنا ما بيأثرش في وزن العربية، لأن العربية كلها وزنها قد ألف إيه كيلو يعني، العربية كلها 1200 كيلو 1600 كيلو، لكن هنا تتكلم العربية كلها 35 35 كيلو، كيلو راكبها بني آدم وزنه 100 كيلو 100 كيلو وراكبها بني آدم وزنه 50 كيلو. طب ده ما يأثرش على التوازن بتاعها وهي ماشية؟ هي زي ما قلت في الأول، الديزاين معمول ستيبل، معمول هي تبقى طب لا ايه يعني. يعني، طب يعني برضه حاول تفهمني سنه، ايه الاستابيليتي او الاستقرار على ستابلتي الطريق جاي من ايه في التصميم في التصميم بتاع العجل نفسها، هو المفروض العجل بدل ما يبقى كده يبقى كده تلتت شويه يعني، يبقى دي تبقى ستيبل في اي ملفات ما بتقلبش. لو كانت وعجلتين قدام وعجله ورا، دي دي في لوحدها الملفات دي احسن من تبقى واحده ورا واثنين، واحده قدام واثنين ورا احسن في ايه؟ في الملفات. ده يعني في ابحاث معموله في كده، ان العجله اي العربيات حتى لو في عربيه معموله ب3 عجلات موتوسيكل، قدام عجلتين قدام دي في ملف بتديك الاستابيليتي لما تيجي تلف كده عشان العربيه ما بس في تتقلبش. الملف في المقابل العجلة اللي ورا يعني مش هتخلي العربية لا لا ثابتة. هي تبقى ستيبل، لكن لو عجله قدام ده واحده بس اكتر، اللي ورا ممكن تقلب. ده يعني عجلتين قدام ده اكتر استابيليتي من اللي عجله ورا. و يعني احنا بس عكسنا التوك توك، التوك توك عجلة قدام وبين عجلتين يعني ورا، احنا عكسناها. ده يعني في ديزاين اكتر من التوك توك يعني، وانها قريبه من الارض، وان شكلها اصلا ايه اللي بيخلي العربيه، انت خايف العربيه تقلب من ايه؟ ان الهواء بيرفع العربيه، دي الديزاين بتاعها بيخلي ان الهواء اللي تحتها بيطلع من الجناب، مش بيقلبها كده. فهي يعني الديزاين، الفكره الشيل اللي بره ده بيتعامل مع الهواء في كل النواحي طيب، باحسن اسلوب. سؤالي الاخير وعايز رد سريع، اللي احنا قلتنا خلص، هل العربيه دي ممكن في يوم من الايام يركبها اكتر من شخص؟ يعني التوك توك احنا عارفين الناس في بتركب ممكن وبتتشقلب وبتتحط عليه في اشكال غريبه. بس ممكن احنا ساعه الماس برودكشن واحنا بنعمل انتاج كتير، ممكن هنعمل ديزاين لواحده ممكن يركبها 2 جنب بعض يعني، شخصين
نفس الفيرنج ده بس شخصين، بدل كرسي واحد يبقى كرسيين. طبعا لازم تكبر في الحجم يعني. حسن بركات وطارق عثمان طلبت السنه النهائيه بهندسه الجامعه الامريكيه، نتمنى لكم التوفيق ونتمنى ان مشاريع الشباب كلها تتحقق يا رب ان شاء الله. نورتونا مشاهدينا، دي كانت نهايه فقرتنا في نهارك سعيد. استنونا الفقره اللي جايه هتكون عن الاحوال الاقتصاديه والبورصه واحوالها حاليا في مصر مع التطورات الراهنه. انتظرونا لكن بعد الفاصل.